بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم في برنامج الزراعية الآن. بنتكلم في هذا التوقيت على المعاملات المناسبة لما قبل الحصاد في أكثر من محصول، وتابعت مع حضراتكم في الحلقة الأخيرة الأسبوع الماضي معاملات ما قبل الحصاد بالنسبة للذرة. عندنا كمان في هذا التوقيت محاصيل أخرى يجب متابعتها جيدا زي القطن وزي الأرز. الموجة أو درجات الحرارة المرتفعة الحمد لله ابتدت يعني تنكسر، الموجة شديدة الحرارة اللي احنا كنا بنحذر منها، وبنتكلم على المعاملات الزراعية التي يجب أن يتم الانتباه إليها في هذا التوقيت، استكمالا لما نتابعه مع حضراتكم يوميا من مختلف الملفات الهامة بالنسبة للقطاع الزراعي. موضوع مهم لازم ننوه عنه، وهو مرتبط بالثروة الحيوانية. إذا كنا بنتكلم على تأمين استثمارات المربي، فلازم ننتبه إن ده بيحتاج مجهود على مدار العام. يعني ما ينفعش إن أنا تيجي فترة من الفترات هيبقى في تواصل مع القوافل البيطرية، مع الحملات البيطرية أو حملات القومية للتحصين، أو لو بنتواصل مع الوحدة البيطرية. دي ملهاش وقت محدد فقط، ده على مدار العام. أنت بتتكلم على كائن حي ليه احتياجات يعني متجددة، احتياجات يومية، ليه تأثير وتأثر على البيئة نفسها، بيتأثر بالدرجات الحرارة المرتفعة والمنخفضة، بيؤثر على البيئة هو نفسه بالانبعاثات الحرارية، فلازم يكون في متابعة مستمرة. الأمان الحيوي عليه دور كبير جدا علشان تقدر تحافظ على الثروة الحيوانية وعلشان تقدر تزود من إنتاجك. الأمان الحيوي هو يعني يعتبر حائط صد أمام دخول الأمراض، ده عامل أساسي ومساعد لإنجاح عملية التحصيد. مش معنى أن أنا قمت بالعملية التحصينية خلاص دوري انتهى كمربي، بالعكس، جودة الهواء، جودة المكان ونظافته، جودة المياه المقدمة، جودة الأعلاف وخلوها من أي مسببات مرضية، أكتر من عامل بيؤثر في إنتاجية الحيوان. بنتكلم على التواصل مع الطب البيطري والهيئة العامة لخدمات البيطرية، بنتكلم على الخط الساخن 19561. احنا بنتابع معاكم يوميا اي مشكلة مرتبطة بالثروة الحيوانية، بنتواصل في نفس اللحظة وبيتم فعلا توصيل او توفير الخدمة. وده حصل مؤخرا الاسبوع الماضي في اكتر من حالة كانت محتاجة التواصل مع الطب البيطري. اول خبر معايا النهاردة، مدبولي في تيكاد اعادة الاعمار والتنمية بافريقيا أولوية لدى مصر. شارك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في فعاليات القمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الإفريقية تيكاد 8 المنعقدة بتونس الشقيقة. وألقى الدكتور مصطفى مدبولي كلمة خلال الجلسة العامة الأولى بالقمة حول الموضوعات الاقتصادية بحضور قيس سعيد رئيس جمهورية تونس، وماكي سالي رئيس جمهورية السنغال، وموسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي. وأشار رئيس الوزراء إلى وجود عدد من التحديات الاقتصادية شديدة الوطأة على القارة الإفريقية، لافتا كذلك إلى عدد من المحاور التي تستلزم التنسيق المشترك بهدف اتخاذ خطوات فورية وفعالة لتعزيز جهود القارة في تحقيق التنمية المستدامة. معنا كلمة هنشوفها أو نسمعها مع بعض. رئيس وزراء الجمهورية مصر العربية. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس قيس سعيد رئيس جمهورية تونس، معالي السيد فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان، السيد موسى فاقي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، أصحاب الفخامة والمعالي رؤساء الدول والحكومات الأفريقية، السيدات والسادة، بداية أتوجه بخالص الشكر لفخامة الرئيس قيس سعيد على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة والتنظيم المتميز للنسخة الثامنة من قمة التيكاد، وأنقل لحضراتكم تحيات أخيكم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعم مصر الكامل للخطوات الأصلاحية التي تقودونها، وخالص التمنيات لتونس الشقيقة باستكمال الاستحقاقات المقبلة بنجاح. كما أتوجه بالشكر لدولة اليابان ولرئيس الوزراء كيشيدا على ما اطلعت به من جهد لإنجاح تلك المنصة القارية الهامة التي دشنها الشريك الياباني عام 1993
تحت شعار الملكية والشراكة تأكيداً لأحقية القارة الأفريقية في ملكيتها لمثاراتها التنموية. ولا ننسى في هذا المحفل تقديم واجب العزاء في وفاة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي الذي أسهم في الارتقاء بمستوى شراكتنا ودفعها إلى أفاق أرحب تلبية لتطلعات الجانبين. السادة الحضور، أتحدث إليكم اليوم في ظل ظروف استثنائية فرضتها علينا التحديات الدولية الراهنة، ولا يخفى على أحد أن وقع تلك التحديات أشد وطأة وأكثر فتكا على الدول النامية وعلى رأسها دولنا الأفريقية. وفي هذا الصدد أود التنويه إلى عدد من التحديات الاقتصادية على قارتنا الأفريقية التي تستلزم التنسيق المشترك بهدف اتخاذ خطوات فورية وفعالة للتغلب عليها. أولاً، أهمية تنويع مصادر واردات الغذاء وتأمين سلاسل الإمداد لدول القارة، بما في ذلك السيطرة على ارتفاع الأسعار سعياً للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي بين دول القارة، على اعتبار التأثير المباشر للأزمة الغذائية على أوضاع السلم والأمن في أفريقيا، وهو الأمر الذي يستدعي دعم الدول الأفريقية عبر تقديم حزم تحفيزية لاقتصادياتها في هذا الصدد. ثانياً، الحاجة لإيلاء أولوية خاصة لتخفيف أعباء الديون عن كاهل دول القارة، خاصة في ظل ما نواجهه من تحديات دولية قاسية، ومن هنا تبرز أهمية التركيز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ويأتي ذلك استمرارا لخطة عمل يوكوهاما التي دشنها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع أخيه الراحل شينزو آبي. ثالثا، ضرورة العمل على تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية باعتبارها حجر الزاوية في الوصول إلى التكامل الاقتصادي المنشود بقارتنا الأفريقية، سعيا لتحسين مناخ الاستثمار والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة. رابعا، تبرز قضية تغير المناخ باعتبارها من القضايا الحيوية الهامة التي تتطلب تكاتفا دوليا. ومن هذا المنطلق تسعى مصر خلال رئاستها لمؤتمر الكوب 27 على إعادة توجيه دفة المناقشات الدولية لصالح تفعيل مبدأ المسؤولية المشتركة وتعزيز جهود التكيف والتخفيف من حدة الآثار وزيادة التمويل الدولي المتاح لدولنا الأفريقية في هذا الصدد. ونتطلع إلى استضافة جميع السادة الرؤساء في هذا المحفل الدولي الهام، وأشكر سيادتكم لحسن الاستماع. الري والبيئة يبحثان تطوير البحيرات الطبيعية والاستعداد لمؤتمر المناخ. التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، حيث ناقشها الترتيبات الجارية حاليا لعقد فعاليات القضايا الخاصة بالمياه ضمن مؤتمر المناخ القادم، وكذلك ملف تطوير البحيرات المصرية. وأكد الوزيران أهمية وضع المياه على أجندة العمل المناخي خلال فعاليات أسبوع القاهرة الخميس القادم والخامس للمياه وفعاليات المياه المقامة ضمن برنامج رئاسة مؤتمر المناخ. وأشار الوزيران إلى الترابط المهم بين الماء والغذاء لما تمثله المياه كعنصر رئيسي في الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي، وضرورة العمل على وضع قطاعات المياه والزراعة والغذاء ضمن ملفات التغيرات المناخية، خاصة أن الأزمات العالمية ومشاكل سلاسل الإمداد الدولية أظهرت ضرورة التكامل بين قطاعي المياه والزراعة لتوفير الغذاء. وذكر سويلم أنه سيتم تنظيم يوم خاص بالمياه ضمن مؤتمر المناخ بالتعاون مع عدد من الشركاء وتنظيم جناح للمياه، إضافة لوجود عدد من المبادرات الدولية الجارية الإعداد لها للتكيف مع التغيرات المناخية في هذا القطاع، والتي سيتم إطلاقها خلال فعاليات المؤتمر. الاستعداد بملفات العمل، يعني دي تعتبر ملفات عمل، احنا قدمنا ايه في هذه الملفات؟ يعني ملف المياه وارتباطه بالتغيرات المناخية، مصر نفذت فيه خطوات مهمة جدا، نفذنا فيه خطوات تابعها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه. لما يكون عندك اكتر من نوع من المياه، وده كان لأول مرة يتم التعامل معاه، ان انت تقول انا عندي انواع من المياه، كنا كل اعتمادنا على مصدر واحد. تتكلم على كل مناحي الحياة، انت بتتكلم على نهر النيل شريان الحياة في مصر الذي لا غنى عنه، ودي حقيقة. 55.5 مليار متر مكعب حصة مصر والمصريين من مياه نهر النيل.
60% فقط للقطاع الزراعي، 60%، وباقي هذه الحصة لكافة المناحي الأخرى. تكلم على الصناعة، الاستخدامات اليومية، فأنت المحدودية عندك في ظل الزيادة السكانية والفجوة بتزيد ما بين احتياجاتك وما بين حصتك. لما نقول احنا عندنا أنواع أخرى من المياه، يبقى أنت بتخف الضغط وبتعيد استخدام هذه الأنواع الأخرى في الإنتاج، وبترفع من كفاءة بعض هذه الأنواع. لما يبقى عندك محطات لتكرير المياه، لمعالجة المياه، محطات لرفع جودة هذه المياه، مياه الصرف الزراعي، معالجة مياه الصرف الصحي للحفاظ على البيئة واستخدامها أيضا، لأن أنت عندك التوسع في الغابات الشجرية بقى شيء مهم جدا للحفاظ على البيئة وللحفاظ على درجة حرارة الكوكب، الأرض نفسها. التغيرات المناخية مشكلتها أن أنت عندك تحدي، وهو ارتفاع درجة حرارة الأرض، غليان الأرض من الداخل. فأنت النهاردة محتاج أن يكون هناك متنفس من خلال التوسع في الرقعة الخضراء. فدخول هذه الأصناف أو الأنواع من المياه هو عامل مهم جدا للتوسع في المساحات الخضراء، وده اللي حصل، ده اللي احنا تابعناه، ده نجاح مصر في هذا التوقيت. لما نيجي نقول محطة زي محطة بحر البقر، لما كان أي مزارع أو مواطن بيكلمني عن هذا المكان، أنا كنت ببقى على استحياء شديد وأنا بتكلم معاه. بتتكلم على مصرف بحر البقر اللي موجود من سنين طويلة، اللي مش موجود في الخدمة، كان مش موجود في الخدمة فعلا، وكل المحاولات كانت محاولات يعني ضعيفة جدا بالنسبة لحجم كمية المياه اللي هي محتاجة معالجة شديدة، وهي كانت مشكلة بيئية كمان. ان انت تحول هذا الجزء من المياه لمنتج، وان انت تستفيد به في القطاع الزراعي، وان انت تزود الرقعة الزراعية، ده في حد ذاته نجاح كبير جدا للدولة المصرية. ده في ملف واحد، ده في جزئية واحدة من عدد كبير جدا من المحاور اللي اشتغلت عليها الدولة المصرية. لما تقول ان انا بعد سنين طويلة وتفتت الحيازة في الأراضي الزراعية بقت عندي مشكلة خطيرة، وهي عدم وصول المياه لنهايات الترع، وإن في مزارع بيشتكي دايما ويقول لك المياه مش وصلالي، فالدولة تقول لك طيب أنا عايز أحافظ على المياه ورشد الاستهلاك. وكلمة ترشيد دايما لازم نبقى عارفينها لما بيتم استخدامها في أي ملف أو أي محور. ترشيد الاستهلاك مش معناه أنا بقول لك ما تستخدمش، بقول لك ان انت تستخدم بالمقنن المطلوب، ان انت تستخدم بدون ما يكون في اهدار. فنبتدي نشوف مشروع بيتم تنفيذه مجانا بدون ما المزارع يتكلف اي نفقات، وهو تبطين الترع على مستوى الجمهورية. علشان اتكلم عن نجاح هذا المشروع ده، دايما بيبقى فيه تواصل مع المزارعين اللي نفذوه عنده، اللي الدولة نفذته، وهو بيتكلم وهو بيقول لك انا المية النهاردة موجودة عندي، او واحد تاني يقول لك اشمعنى الزمام اللي جنبي ده حصل فيه تبطين واحنا لسه، احنا عايزين التبطين يجي عندنا كمان. فده دليل على ان المشروع نجح بإشادة الناس اللي استفادت ومطالب المزارع اللي لسه منتظر يجي عليه الدور. استاذ اشرف من المنيا، اتفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يا دكتور انا عندي سرعة الذرة حاليا الوقت. ايوه. فبرشها مرة واثنين يا فندم عشان المن اللي نزل شديد. في من في الذرة؟ في من شديد يا دكتور الفترة. أنا خلي بالك أنا مش دكتور أول حاجة، تاني حاجة أنت فين في المنيا بقى؟ المحافظة نفسها يا فندم في الأرياف. أيوة الأرض بتاعتك فين؟ لما يجي أحد المسؤولين في الحملة القومية عايز يجي لك نقول له أشرف ده موجود فين في المنيا؟ أشرف معايا؟ معانا يا اشرف؟ طيب خدت نمرته ابو عمرو، هنكلمه وهنعرف هو فين في المنيا، ونتواصل مع الحمله القوميه للذره او قسم الذره بمعهد المحاصيل الحقليه. هو كل المشكله ان عنده من، فبيقول له رشه ايه. اولا احنا اتكلمنا في موضوع المكافحه ده كتير جدا، عندك الاداره الزراعيه، عندك مديريه الزراعه، عندك قسم الارشاد في مديريه الزراعه، عندك الحملات القوميه،
ما تشتريش مبيد عشوائي. يعني ايه عشوائي؟ ان انت تروح تقول له او توصف لتاجر المبيدات المشكله اللي عندك من غير ما يكون في تشخيص سليم، لان في تشابه في بعض المشاكل او في بعض الاصابات الحشريه او الفطريه، فانت لازم تبقى متاكد ان الاصابه اللي عندك دي هي مثلا المن، فانت هتشتري المبيد الموصى به وتستخدمه بالتركيز الموصى به على العبوه. البطاقه الاستدلاليه مهمه جدا. استاذ مصباح من الدقهليه اتفضل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا استاذ سامي؟ اهلا بيك يا فندم. كل سنه حضرتك طيب وربنا يجعل موسم خير على الفلاحين كلها يا فندم. وحضرتك بالصحه والسلامه. امين. اتفضل. امين. قناه مصر الزراعيه يا فندم هي المنبر الوحيد اللي احنا بنعرف ناخد حقنا فيه وحق الفلاح المسؤول. الحمد لله. اتفضل. انا راجل دلوقتي يا فندم فلاح، والفلاحين هنا في جمعيه ابو طه انتخبتني ان انا اتكلم بناء عليهم واجيب لهم حق. انا بس عايز اعرف المشكله الاول، وبدون ذكر اسماء لو في طرف تاني او في يعني انت عايز تتكلم في حاجه شخصيه ولا ايه المشكله؟ ما تذكرليش اسماء اتفضل. لا انا ما اذكرش حضرتك اسماء. بالنسبه للتوريد بتاع الرز يا فندم، ماله النهارده؟ انا عندي نص فدان، هاخد عربيه يا فندم واودي النص فدان بتاعي لمركز تجميع، ما يعملوا لنا مركز تجميع هنا جنبنا يا فندم عشان الفلاحين كلها تبقى مجبره اللي هي تودي للرز. طيب انت اقرب مركز تجميع بينك وبينه قد ايه؟ احنا عندنا يا فندم بيننا وبينه 5 6 كيلو. ده 5 6 كيلو دول ده احنا بنتمشاهم. طيب انا هشوف امكانيه ان انا يبقى عندي مركز تجميع. النقطه الثانيه، النهارده انت عندك نص فدان بس انتوا ما بتزرعوش الارز لوحدكم، يعني جيرانك زارعين وقرايبك. بس جيراني يا فندم مش زارعين معايا، يعني ميعاد الحصاد هيبقى مختلف. هيبقى مختلف. في ناس بتضم النهارده يا استاذ سامي، وفي ناس ضمه، وفي ناس لسه قدامها شهر. ما هو النقطه اللي انا بناقشك ليه، لان انا عايز احل لك المشكله. يعني انا لو عليا اجي اخد منك الرز واديهولك، بس انا بتكلم في حاجه يا فندم. انت لازم يكون المكان اللي هيتعمل فيه مركز تجميع فيه مساحات مناسبه، فده لازم هرجع فيه للجمعيه وفي الاداره الزراعيه نشوف ايه الجمعيه ابو طه دي المزارعين اللي فيها والزمان بتاعها قد ايه وعايزين يوردوا رز. النقطه الثانيه، انت بتضم النهارده وقريبك بيضم الاسبوع الجاي مثلا او جارك، فممكن نودي الرز سوا. هنشوف ده وهنشوف ده وهتلاقيني بكلمك تاني. حاضر. ام احمد من الدقهليه اتفضلي. يا ام احمد. ايوه. ازيك؟ اتفضلي يا حاجة. ايوه حضرتك على الهواء، انا سامح عبد الهادي اتفضلي. ايوه يا ايوه ايوه انا سامعك والله اتفضلي. انا عندنا البصل بنزرع البصل. البيت ماله؟ البصل البيطري. البصل رفيع. لا صوتها مش واضح يا مريم. البصل. طيب حاولي تتصلي تاني كلموها انتم كاعداد واعرفوا عايزه ايه، او حاولوا تقولوا لها تبعد عن التليفون. الاليوبيه منطقة محافظات الوجه البحري و طروه اراضي دلتا والنيل. نشر مركز المعلومات الصوتيه والمرئيه بوزاره الزراعه واستصلاح الاراضي انفوجراف بمناسبه العيد القومي لمحافظه الاليوبيه تحت عنوان الاليوبيه منطقة محافظات الوجه البحري تروي أراضي دلتا النيل، والذي تحتفل به في 30 أغسطس من كل عام بمناسبة افتتاح القناطر الخيرية عام 1868، والتي يتوافد عليها الزائرين من كافة المحافظات للاستمتاع بحدائقها الشاسعة. وتقع محافظة الأليوبية في منطقة شرق النيل عند رأس الدلتا، وتعد هي المحافظة الثالثة في إقليم القاهرة الكبرى، كما تعد هي منطقة لجميع محافظات الوجه البحري، وتضم محافظة الأليوبية 11 مدينة، بنها واليوب وطوخ والقناطر الخيرية وشبر الخيمة والخنكة وكفر شكر وشبين القناطر والعبور وأها والخصوص. يعني احنا بنتكلم فعلا على محافظة من المحافظات الزراعية العريقة. كل سنة وانتم طيبين. استاذ محمد من البحيرة اتفضل. اه يا فندم، دلوقتي حضرتك يا فندم التطوير لسه ما جيش عندنا. ايه اللي ما بيجيش؟ التطوير لسه ما جيش عندنا في الطرق عندنا حضرتك يا فندم. انت عايز تطوير ايه بقى؟ احكي لي كده. التطوير اللي تطوير المايه يا فندم لسه ما جاش عندنا. تطوير المايه اللي هو التبطين مجاش. التبطين نفسه يعني ذات نفسه لسه ما جاش لغايه دلوقتي. انت فين في البحيره؟ انا في كفر الدوار في البحيره يا فندم. كفر الدوار في البحيره. طيب عايز اقول لك على حاجه بقى. قول يا فندم.
نفسي كده يبقى الناس كلها عندها الوعي اللي عندك. لما بنشوف حاجه جميله يبقى نفسنا ان هي تتنفس في ارضنا. انت شفت مكان قريب منك بطنوه حصل فيه تبطيل؟ وايه المميزات بتاعته؟ المهندس جه والناس اللي في الاراضي مشوه الاهالي الزراعيه. مش عارف ليه. حضرتك يا فندم اطلع في مجاري. الناس اصلا هناك بتدخلين في مجاري مش عارفين نروح. طيب سيبك من الكلام ده. اصل مشوه دي مش بمزاجهم. ده مشروع قومي الدوله بتنفذه لخدمه المجتمع. يعني مفيش حد يعني مفيش حد فوق القانون. انا بسالك سؤال تاني. احنا لو جيت اسال المزارع هو اكتر واحد بيفيدني. انت شايف ان تبطين الترع مفيد للزراعه بيفيدها في ايه؟ اللي هي يا فندم تبطين الترع مفيد للمزارع وللزراعه؟ ايوه مفيد. في ايه بقى مفيد يا فندم؟ احنا مش عارفين نروح لغايه دلوقتي من الترع يا فندم. يعني متبهدلين والله. طيب انا بطمنك ده مشروع بيتم تنفيذه على مراحل. كل مكان انت شايفه في ترعة لسه ما بطنش ليها وقت وليها جدول زمني هيتم تنفيذه فيها. مفيش حاجة اسمها أصل هو جه والأهالي منعته. ده مش بمزاج حد. ده منفعة عامة للجميع. بشكرك أستاذ محمود من إسماعيلية. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أستاذ سامح دلوقتي أنا بكلمك على ترعة القنطرة غرب. القنطرة غرب عارفها. القنطرة غرب قرية الساحة. أي أرض هناك يا أستاذ سامح 4000 فدان. 4000 فدان دايرين من قلة المية. ليه المية مش واصلة ليه؟ المية مش واصلة يا أستاذ سامح دلوقتي. بفاتحين مية من مشروع ناصر. فاتحين مية من مشروع ناصر بزب سمك. نزارع عاملين الأرض نزارع سمكية. الأرض زراعية وهم عاملينها نزارع سمكية. فالمية ما بتلحقش توصل عندكم أنتم. والمهندس يا أستاذ سامح المهندس وكيل وزارة الري ذات نفسه يا أستاذ سامح مرتشي. لا كده لا 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 استنى بس. أنت أولا كده تقع تحت طائلة القانون. لا يمكن أن أنت توجه اتهام لأحد بدون أي إثباتات ومش في المكان مش في منصة مصر الزراعية ولا أي منصة إعلامية. أنت بتتكلم عن مشكلة تقولها لي وأنا أتابعها لك مع المسؤولين. لأن أنت كده المفروض تعاقب وتحاسب لأن أنت بتتهم شخص بجريمة ما عندكش أي إثباتات عليها. ولو عندك إثباتات مش ده المكان. المكان تتوجه به الأقرب قسم شرطة تعمل محضر. إنما احكي لي مشكلتك تاني. المية مش واصلة ليه؟ أصل في مزارع سمكية. أصل المية محجوزة. بدون اتهام أي أشخاص لو سمحت. يا أستاذ سامح مش راضي يدخل بسرعة تبطين. لا هو مش بمزاج حد. ما هو أنت كده بتقول كلام مش سليم. التبطين ده يا فندم بينزل من الدولة من وزارة الري. عندنا ميزانية لأن ده بيتكلف مليارات على حساب الدولة. أنت مش هتدفع فيه جنيه. فالنهاردة أنا كدولة مش هنفذ ده في وقت واحد. بيبقى عندي أولوية للأماكن وبيبقى عندي خطة للمشروع بشتغل بيها. الشهر ده مثلا يعني مستهدف الترعة الفلانية أو مستهدف 3 كيلو بنفذهم. مفيش حاجة اسمها هو مش راضي. دي خطة الدولة بننفذها كعاملين كموظفين في الدولة. كل واحد بقى في اختصاصه. أنا الدور اللي أنا أعمله أشوف المزارع دي وضعها إيه. طب أنتوا عايزين تبطين. التبطين بتاعكم هيجيلكم إمتى؟ إنما إن حد يمنع مشروع قومي مش في إيده مش بتاعه. فأنا عايزك تهدى. وأنا عارف إن أنت حريص على زرعك. هبتدي أتواصل مع وكيل وزارة الري برضو لأن هو ده اللي مسؤول عنكم وده اللي يهم مصلحتكم على فكرة. ونعرف وضع هذه المزارع السمكية. وبالنسبة لكم مشروع التبطين هيتم البدء في تنفيذه امتى؟ بشكرك. عايز يا جماعة واحنا بنتكلم انا عارف ان الزراعة يعني مجهدة. عايز واحد عنده قوة ونشاط وعزيمة وما بيقاس. فعلا القطاع الزراعي عايز عمل دؤوب. بس ما نخليش ده يحسسنا ان احنا دايما مظلومين او ان احنا دايما مطاردين او ان دايما في حد مستقصدنا. لا النهارده لما نيجي نتكلم على ملف نشوفه كده بالراحه. احنا بنتكلم على مشروع انا نوهت عنه في بدايه الحلقه ودايما بفكر المزارعين باهميته اللي هو تبطين الترع على مستوى الجمهوريه. المشروع ده من المشاريع التاريخيه فعلا. لاننا لما نيجي نتكلم على ما حدث في تطوير منظومه الري من وقت انشائها وتاسيسها
ومن ايام محمد علي باشا وانشاء القناطر الخيريه هتلاقي ان انت شغال بنفس الاسلوب، بتشتغل بالري بالغمر، الترع بتاعتنا المعروفه ترع الخصوصيه الجنبيه ومشاكلها اللي بتزيد سنه بعد التانيه. ما حصلش ان تم التحديث والتطوير الا في الاراضي الجديده، انت بتتكلم على اراضي رمليه وليها نوعيه خاصه، فتيجي تروح تشوف مثلا في النبريه في البحيره في بعض الاماكن هتلاقي فيها التبطين موجود، انما اراضي الدلتا عموما ده ما كانش موجود. طب انا عشان انفذ ده بهذه الاطوال العملاقه، انت بتتكلم على اطوال ضخمه محتاج ميزانيه كبيره، محتاج مجهود ووقت ومعدات وعمال، ومحتاج صبر. الناس دي وهي بتبطن بتشتغل في وقت حساس. انا مش بقوله تعالى اعمل لي تبطين هنا في الصحراء مفيش حد هيعطلك، لا ده انا بقوله خلي بالك في مزارع هنا بيزرع وعنده ارض وصعب جدا ان انت تقطع عنه الميه، خلي بالك انت هتشتغل مع المناوبات، انت كمقاول لازم تلتزم بالمناوبه علشان الراجل ده عنده زرع بيسقيه. فهنا كمان التنفيذ في نوع من المشقه. مفيش بقى دي تاني يعني مداخله جات لي النهارده يقول لك اصل هو المهندس او وكيل وزاره الري مش عايز يجيب لنا التبطين. الراجل ده بيشتغل بخطه دوله وبميزانيه، مش من نفسه كده هو عايز يبطن هنا فهيجيب المقاول ويديله الفلوس ويقول له تعالى بطن. ده عنده معايير ومقاييس هندسيه بيشتغل بيها، مش هو كمان، ده الدوله وضعتها. فعايز ان احنا نتابع بهدوء، واللي ليه مشكله يعرضها واحنا بنتواصل مع المسؤولين، مفيش حاجه نداريها، بالعكس احنا عندنا هدف ان احنا يبقى في حوار دايما مع المزارع علشان يبقى مطمن. المركزي، طب ناخد محمود الاول. محمود من اسماعيليه، طب رجع تاني ما هو كان معايا يا مريم. محمود يا محمود. هيا دكتور اتفضل. ازيك يا دكتور سامح؟ ازيك يا استاذ محمود؟ انت اول مره تكلمني دلوقتي صح؟ يعني من الأنطرة. يا اهل واحسن ناس الأنطرة، اهلا بيك اتفضل. الله يكرمك يا دكتور. اتفضل. عندنا في عزبه الملاعب في الأنطرة غرب مصر. ايوه مصر بتشق الاراضي نصفين. تمام. انا عشان اروح البر الثاني من الارض بتاعتي بمشي لي كيلو راجع وكيلو رايح وكيلو جاي. تمام. مشكله بنعاني منها، أراضي مقسومة نصين وعشان النص الثاني أمشي رايح كيلو وأرجع كيلو. أنت لا عشان صوتك مش واضح، أنتوا عندكم مصرف شائع الأراضي لنصين. فأنتوا عشان تعدوا من الناحية دي للناحية دي، دي فيها مشقة كبيرة وفيها خطورة، ده اللي أنا فهمته صح؟ هو ده هو ده الصح يا دكتور. طيب المكان ده اسمه إيه؟ عزبة الملاعب في نمرة 2. عزبة إيه؟ الملاعب. الملاعب. نمرة 2. نمرة 2، أنتوا بقى كل اللي مطلبكم يا المصرف ده يتغطى يا اما يبقى فيه كوبري تعدوا من عليه. عايزين كوبري، المصرف ما بيتغطاش يا دكتور. المصرف مصرف كبير ده. مصرف كبير ما يتغطاش. ده مصرف عمومي بقى، يبقى مصرف مصرف عمومي، عايزين كوبري بس نعدي عليه. كل القصه كوبري من قدام القريه بتاعتكم. عايزين مشايه بس حقكم طبعا. حقكم، ما هو انت علشان تعدي يعني بتضطر تمشي مسافه طويله. يا اما بعض الاهالي بيلجأوا ان هم يعملوا معديات كده على قدها او مشايه خطر جدا، فدي بتبقى ما هياش يعني لائقه بمصر في هذا التوقيت. عناية الاثنين. حاضر، لو سمحت اي حد يكلمنا تسيب رقمك في كنترول قبل ما يعني تقول المشكله. استاذ علي من الدقهليه اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا حضرتك يا استاذ سامي. يا اهلا بيك، كل سنه وانت طيب. وحضرتك بس سعاده الباشا. احنا لنا ثلاث مشاكل يا فندم مع اذن حضرتك. اتفضل. اول حاجه مش مشكله، اول حاجه احنا بنشكر الباشمهندس حسن الشرقاوي على المجهود اللي هو بيقوم به، مهندس مدير اداره بالاسس الزراعي. تمام. كان عندنا مشكلتين ثلاثه في القطن ونزل وحلهم بنفسه يا فندم، وتواصل معانا وحلهم بنفسه. تمام. الراجل دي ما شفناش زيه يا باشا استاذ سام. الحمد لله، وانا بشكره على الهواء مدام بيساعد المزارعين وفي خدمتهم كده، احنا كمان بنشكره كقناه مصر الزراعيه. الحاجه الثانيه يا فندم، المهندس بتاع الري اسمه محمد عبد الخالق يا فندم مستقصد الفلاحين، الميه بتقعد 10 ايام و12 يوم يا فندم ما بتجيناش هنا. هو مش هيستقصدك، هو عنده مناوبه ري واحنا. لا يا فندم هو بيستقصدنا يا فندم عشان احنا اشتكيناه مره واثنين. ما هو انت بتشتكي ليه؟ استنى بس، انت بتشتكي عشان برضه الميه مش واصله لك. فاحنا نعرف المايه ما بتوصلش ليه؟ اصل صدقني اي انا ما اعرفوش وما اعرفكش، فما فيش حاجه اسمها اصله مستقصدني. هيستقصدك ليه؟ هو الراجل ده
اكيد في حاجه نعرفها. هكلمه واقول له الناس بتشتكي ان مناوبه الميه بتتاخر. انت فين بالظبط يا علي في الدقهليه؟ احنا في مركز بلاس يا فندم، ترعه الالف. ترعه ايه؟ الالف يا فندم. هعرفها منك تاني، ما تقفلش لما تسيب تليفونك. حاضر يا فندم. المشكله الثالثه ايه؟ المشكله الثالثه يا فندم، احنا عندنا مصرف خارج صرف متغطي في 3 كيلو متغطين يا فندم، وردد الميه على الاراضي، والاراضي كلها مرينه ميه. رحنا مجلس المدينه والمجلس المحلي بالاس خامس، ما عملناش اي حاجه. يعني المصرف مكتوم، هي دي كل مكتوم خالص يا فندم. حاضر، عينيا الاثنين. استاذ ياسر من البحيره اتفضل. والله يعني انا بشكرك اولا. العفو. بس انت وعدتنا يا استاذ سامي بحاجه بعد اذن حضرتك. يا استاذ سامي السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. والله انا انت حضرتك وعدتنا بحل حكايه مشروع ادوار. ترعه ادوار. يا ريت والله يا استاذ سامي، والله العظيم تعالوا صوروا وشوفوا الترعه اتسدت من الاهالي من الزباله والمشروع. ولا المهندس ببص ولا الغفير ببص والنوبات والله. طب ما انا عايز اقول لك على حاجه بقى، بدل ما انت متابعني كده. ترعه ادوار دي انا بتابعها يعني المفروض كل شهر ولا شهرين بيجي لي مشكله، وكل الموضوع بيبقى ايه؟ القمامه. اصل الاهالي رموا، انت نفسك لسه قايل كده، الاهالي رمت القمامه. تمام. طيب ده السلوك ده بتاعني انا ولا بتاع المسؤول ولا بتاع الاهالي؟ ان انا ابقى عندي اصرار ان انا لو الكراكه جت كل يوم، يعني انا لو كل يوم الصبح جت الكراكه عشان تشيل القمامه هتخلص؟ يعني انا نفسي اعرف ليه الاصرار على هذا السلوك، لاني تابعت اكتر من مره والكراكه بتيجي وتشيل القمامه والموضوع يتكرر تاني. انت عارف بقى حضرتك الحل في ايه دلوقتي؟ احنا في مشروع اللي هو مشروع تبطين الترعه على مستوى الجمهوريه، ده انطلق. ترعه ادوار وخلافه والترعه المجاوره هيتم تبطينها مع رفع كفاءه الخدمات. يعني انا النهارده في المحليات منظومه جمع القمامه بيحصل فيها تطور وبنشوف فيه خدمه موجوده، لكن في اماكن هل غايبه عن الخريطه؟ يعني في اماكن ما فيهاش خدمه للناس عشان جمع القمامه، ولا هو خلاص سلوك احنا تعودنا عليه؟ ما انا عايز حد يرد عليا، يا انت ترد. انا عاوز نسال حضرتك بعد اذن حضرتك. طب بعد اذن حضرتك. انا ساكت، انا نفسي تتكلم قول. انا بعد اذن حضرتك. انا دلوقتي لو الغفير ولا المهندس راح لقى القمامه دي على اقتصاد بيه، على اقتصاد بيه، ما يعمل له معقد. التعدي عليه، التعدي على المشروع دي، ما يعمل له معقد. انت راجل مصري اصيل وانت عارف تمام. وانا عارف الريف وباجي اقعد معاكوا. والله العظيم النوبات كمان ما بتجينا اللي بيجي، ما هي المناوبه مش هتوصل. ما انت طول ما انت عندك ميه والميه سده 15 يوم. والله 15 يوم الزراعه. هو انت بتتكلم في قصه مهمه قوي. انا النهارده لما سد مجرى مائي بالقمامه وتيجي تقول لي المناوبه توصل، ما هي المناوبه مش هتوصل. دلوقتي الموضوع مش موضوع محضر، المحضر ما فيش اسهل منه، والدولة مش هدفها العقاب، الدولة هدفها الاستقرار. أنا النهاردة بتكلم على ترعة، الترعة دي بتوصل المية لزمام زراعي، الناس دي بتاكل منها، وأنا وولادي وحضرتك. إيه الهدف؟ إن أنا دايما بيبقى عندي إصرار على ارتكاب مخالفة. يعني أنا لما تيجي الكراكة النهاردة شالت القمامة دي كلها، تاني يوم أنا جيت كمواطن وغيري رمينا القمامة، هل المشكلة اتحلت؟ فاللي انا بقوله لك ان في اكتر من محور. انا طبعا ترعه ادوار كان في يعني ناس كتير جدا بتكلمني عنها ويرجعوا يشكرونا والمشكله اتحلت، وانا ببقى عارف ان الراجل هو اللي شكرني النهارده هيكلمني تاني بكره ويقول لي في مشكله. هتابعها تاني مع وكيل وزاره الري وبوعد حضرتك، لكن انا بكلم المواطن يعني الفلاح اللي هو عارف يعني ايه ميه حلوه، عارف يعني ايه ميه النيل. صعب قوي ان انت يبقى السهل عندك ان انت في شويه قمامه خدهم ارميهم او حطهم على جانبي الترعه والهواء يطيرهم، سهل جدا. وبعدين المحليات انا بطالب فعلا ان يبقى في عقوبه بقى، يعني لو في سياره تم ضبطها، السياره دي تصادر على طول. اي سياره يتم ضبطها لالقاء اي مخلفات في مجرى مائي ما فيهاش كلام، تصادر وتستخدم في خدمه المجتمع. النهارده يعني احنا بنتكلم على ايه؟ بنتكلم على البيئه وعلى نظافه البيئه.
لم يعد في الإمكان التحمل لمزيد من المخالفات المؤسفة. دي مخالفة مؤسفة. انت بتتكلمني على ايه؟ على النظافة؟ ده المواطن المصري والريف معروف بجماله وبنظافته. فصعب قوي ان احنا نفضل يعني نوعي في مفاهيم احنا اتعلمناها من الريف المصري. المركزي لبحوث النخيل، تكثيف برامج التوعية لتنفيذ التوصيات الفنية لإنتاج التمور. أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في المعمل المركزي لأبحاث وتطوير نخيل البلح بمركز البحوث الزراعية عن نشاط إرشادي مكثف لأفرع المعهد في 5 محافظات خلال الأسبوع الماضي، تمثلت في ندوات إرشادية ودورات تدريبية وأيام حقل. ومن جهته قال الدكتور عز الدين جد الله العباسي مدير المعمل المركزي للنخيل ورئيس مجلس الجمعية العلمية للنخيل أن ذلك النشاط يأتي تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتحت رعاية الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور عادل عبد العظيم وكيل المركز للإرشاد والتدريب، وبالتنسيق مع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي برئاسة حمدي جامع ومديري مديريات الزراعة بالمحافظات لتكثيف الدور الإرشادي والتوعوي للمعمل لتوصيل الممارسات الزراعية الجيدة للمزارعين وثقل مهارات المهندسين الزراعيين. الزراعة تنفذ 7 ندوات للتوعية بأهمية التأمين على الماشية في الصعيد. نفذت وزارة الزراعة عدد من الندوات الإرشادية لتوعية المزارعين والمربيين بأهمية التأمين على الماشية، وذلك في ضوء توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية بضرورة نشر ثقافة التأمين على الماشية لدى صندوق التأمين على الثروة الحيوانية التابع للوزارة، وتكليف اللواء الدكتور إيهاب صابر مساعد الوزير لشؤون الطب البيطري ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين على الثروة الحيوانية. وعقدت ندوات إرشادية وتوعوية بمديريات الطب البيطري بتلك المحافظات مع مديري تلك المديريات ومديري الإدارات ورؤساء أقسام التأمين والإرشاد والقائمين على أعمال التأمين، وتم التوضيح للجميع ما تم اتخاذه من إجراءات لتنشيط التأمين الصحي على الماشية مثل تخفيض نسبة رسوم التأمين الصحي على الماشية لتصبح 1% فقط من القيمة التأمينية للحيوان. وكذلك تم التوضيح أنه تم العمل بنظام مندوب تسويق التأمين أو سمسار التأمين بمقابل حافز يصرف من الصندوق، وتم توضيح آلية وكيفية التأمين. هي خطوات مهمة جدا. يعني أنت لما تتكلم على نسبة 1% من قيمة التأمين، نسبة لا تذكر، طب أنا هستفيد بيها إيه كمربي لما تقول لي هتدفع 1% من قيمة التأمين؟ أنا كمربي هستفيد إيه؟ حضراتكم المربيين قلتوا لي احنا بنشتغل في حاجة فيها الروح، يعني معرضة في أي وقت إن هي تتعب، إن هي تعيا، فيصيبها بعض الأمراض لا قدر الله. طيب أنا هستفيد إيه كمربي؟ هستفيد متابعة بيطرية من أول لحظة، يعني من قبل لما يحصل عندي المشكلة علشان أمنع وقوعها إن شاء الله. فأنا هيبقى عندي متابعة بيطرية، التحصين، العلاج، هيبقى فيه صرف أعلاف بسعر أقل من مثلها في السوق، في الرقم والتسجيل، المتابعة الدورية، دي كلها مهمة جدا. هيبقى معايا بطاقة للحيوان بحيث ان انا رايح السوق النهاردة علشان ابيع، يبقى انا معايا بطاقة الحيوان ده متحصن بتاعي فيها كل بياناته. ملف من الملفات المهمة جدا، واتمنى ان السادة المربيين كمان يعني يبقى عندهم نفس الوعي اللي بشوفه في ملفات كتيرة. ملف التأمين على الماشية محتاج مجهود كبير جدا ومحتاج تعاون كمان من السادة المربيين. دايما بنتكلم مع حضراتكم عن زيادة الصادرات الزراعية وأهميتها، وده ليه انعكاس مهم جدا. يعني أنا لما زود من الحصلات أو من تصدير الحصلات الزراعية ده بينعكس على الاقتصاد المصري، وكمان بينعكس على أداء القطاع الزراعي، على جودة المحصول، لأن كده أنا بقى عندي وعي أكبر كمزارع لتطبيق كل الممارسات الجيدة عشان عندي يبقى محصول آمن أقدر أنافس بيه وأقدر أصدره. في مجهود بيقوم بيه علمائنا، في الجنود المجهولين فعلا للشعب المصري اللي دايما بيتابعوا هذا الملف، منهم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات، معهد صحة الحيوان،
لجنة مبيدات الآفات الزراعية، المعمل المركزي للمبيدات، ملف وجيش كبير من علماء مصر بيقف خلف هذا القطاع الزراعي. بعد الفاصل هيكون معايا الدكتورة هند عبد الله مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات، هنتكلم عن أهمية هذا المعمل ودوره، وأيضا في بعض التطوير اللي بيتم في هذا الصرح العلمي على مدار العام. عايزين نعرف إيه الخطة، بنحلم بإيه، ومكانة هذا المعمل المكانة الدولية. بعد الفاصل.